هل في يوم من الايام سمعت ان في شجره تمشي زي الانسان بالضبط؟ الحكايه هذه بعيده عن المنطق وبعيده عن العقل، لكن هذه معجزه حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ارض فلات، فجاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أرني آية. الآية بين قوسين يعني معجزة، حاجة خارقة عن الطبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أرض فلات، يعني كما نقوله بر. النبي استغرب، قال: أتريد آية؟ قال: إيه، مش تدعي إنك رسول الله؟ خلاص جيب لي آية، أكيد بيكون عندك معجزات. في اللحظة دي ينزل جبريل عليه السلام من السماء ويقول له: يا محمد انظر إلى تلك الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافها، قال له جبريل: قل له أن يدعوها لك، تأتيك سعيا حتى تقف بين يديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفت الشجرة هذه؟ قال: خلاص امشي لها وقل لها إن رسول الله يدعوك، فاسمعي وأطيعي. الأعرابي استغرب، قال: أنت تستهزئ بي ولا كيف؟ قال: أنت مش تبي آية؟ خلاص افعل ما تؤمر. فالعربي مشى للشجرة وقال بصوت واطي ومتحشم، قال لها: رسول الله يدعوك أن تمتثلي بين يديه، فاسمعي وأطيعي.